إذن متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة بن سليمان، مقابلة فريق حسنية بن سليمان في مواجهة فريق فتح سباتة. كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، إذن كما كتشاهدوا معنا حتى الساعة في المقابلة هي صفر مقابل صفر بين الفريقين. ضربة خطأ لصالح فريق حسنية بن سليمان. ضربة خطأ لصالح فريق حسنية بن سليمان، ينفذها الحارس. إذا كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تيفي، فأنتم معنا في بث مباشر من الملعب البلدي لمدينة بن سليمان. فريق حسنية بن سليمان في مواجهة فريق فتح سباتة. ضربة خطأ لصالح فريق فتح سباتة كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، فأنتم معنا في بث مباشر من الملعب البلدي بمدينة بن سليمان. كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، فكتشوفوا المقابلة فهي حارقة بين الفريقين. كتشوفوا فريق حسنية بن سليمان فهم هاجمين في الأثناء، إذن كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام في هذا البث المباشر من مدينة بن سليمان من ملعب بلدي حسنية بن سليمان، فإصابة اللاعب هشام نشيط في هذا الأثناء. كنتمنى أن الإصابة تكون طفيفة. ركنية في الأثناء. ركنية في الأثناء لصالح فريق حسنية بن سليمان. Hey, hey, hey!
الكره خارج المرمى، ولكن الحكم كيرجع لضربه خطا، ضربه خطا لصالح فريق فتح سباته. ضربة خطأ لصالح فريق فتح سباتة. أول حكم كيرجع الركنية. ركنية لصالح فريق فتح سباتة في هذه الأثناء. النتيجة لحد الساعة هي المقابلة هي 0-0 بين الفريقين. بداية الشوط الأول من المقابلة 0 للفريقين. إنذار في هذه الأثناء. إنذار ضد فريق حسنية بن سليمان. نجي لحد الساعة هي 0-0، 0 للفريقين. كما كتشاهدوا معايا لحد الساعه المقابله هي 0-0 للفريقين. تماس لصالح فريق حسنية بن سليمان. Thank you.
لمسة يد في الأثناء مجاب الكرام، الكرة لصالح فريق حسنية بن سليمان. نتمنوا أن المقابلة تمر في أحسن الأجواء. كرة لصالح حارس المرمى. فلحد الساعة نذكركم أن المقابلة هي صفر مقابل صفر بين الفريقين. لحد الساعة النتيجة هي صفر مقابل صفر بين الفريقين. الشوط الأول من المقابلة كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، فلحد الساعة المقابلة هي صفر مقابل صفر. كرة ضائعة كانت على وشك التسجيل متابعينا الكرام. كرة ضائعة فلحد الساعة المقابلة هي صفر مقابل صفر. فلحد الساعة صفر مقابل صفر بين الفريقين.
ضربة جزاء متابعينا الكرام، ضربة جزاء في هذه الأثناء متابعينا الكرام، ضربة جزاء في هذه الأثناء لصالح اللاعب هشام نشيط. هشام نشيط هو اللي قام أو اللي جاب هذه ضربة جزاء. كما كتشاهدوا معنا متابعي الكرام، غتلعب الان ضربه جزاء من مربع العمليات، ضربه جزاء لصالح فريق حسنيه بن سليمان. ضربه جزاء في هذه الاثناء متابعي الكرام، كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، ضربة جزاء مباشرة كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، غنشوفوا واش هدف أو لا. إذا كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، هدف مسجل متابعي الكرام، فهدف أول متابعينا الكرام لصالح فريق حسنية بن سليمان. حسنية بن سليمان متقدم بهدف لصفر، حسنية بن سليمان متقدم بهدف لصفر لحد الساعة. تماس لصالح فريق حسنية بن سليمان. أو ضربة خطأ. ضربة خطأ أخرى لصالح فريق الزائر، فريق فتح سباتة، ضربة خطأ على مقربة من مربع العمليات. إذن في الأثناء ضربة خطأ متابعينا الكرام، فريق حسنية بن سليمان متقدم بهدف لصفر من ضربة جزاء. ضربة خطأ في الأثناء متابعينا الكرام، إذا الكرة خارج المرمى، الكرة خارج المرمى، 5.50 لصالح فريق حسنية بن سليمان. يلا الجبهة، يلا
لأن الحكم يعطي ضربة خطأ لصالح فريق الزائر نجم سباتة أو فريق فتح سباتة عفوا. ضربة خطأ لصالح حارس المرمى. النتيجة هي 1-0. تماس لصالح فريق حسنية بن سليمة. ضربة خطأ متابعينا الكرام. لحد الساعة فريق حسنية بن سليمان متقدم بهدف 0 ضد فريق فتح سباتة.
إذن كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام إصابة لاعب فريق حسنية بن سليمان. إذن لحد الساعة قربنا من نهاية الشوط الأول من المقابلة التي تجمع بين فريق حسنية بن سليمان وفريق فتح سباتة. متابعينا الكرام، لحد الساعة فواحد مقابل صفر. ضربة خطأ، فتح سباتة في مواجهة فريق حسنية بن سليمان. العارضة تنوب عن المرمى في هذه الأثناء متابعينا الكرام، العارضة تنوب عن المرمى. ضربة خطأ لصالح فريق فتح سباتة، فخطأ قريبة من المرمى. كنتمنى أن المقابلة تنتهي بأحسن الأجواء، متكونش إصابة ديال شي لاعب صراحة.
إذا ركنية في الأثناء متابعينا الكرام. إذا 5 متر و50 الكرة لصالح حارس المرمى حارس فريق حسنية بن سليمان، كنظن أنه مصاب. اقتربنا من دخول الوقت البدل الضائع. إذن ركنية في الأثناء، ركنية أخرى في الأثناء متابعينا الكرام. إذن ركنية في الأثناء لصالح فريق فتح سباتة. إذا الحكم في الأثناء ينهي الشوط الأول من المقابلة
اللي تجمع بين فريق حسنية بن سليمان وفريق فتح سباتة. إذن متابعينا نلتقي في الشوط الثاني من أطوار المقابلة.